تخيل لو تصير حرب عالمية ثالثة. طبعا سمعنا رأي الشارع دائما، الناس تقول وتحكي وتتكلم يا ريت تصير حرب عالمية ثالثة، يا ريت هالدولتين نخلص منهم، يا ريت ويا ريت. طبعا انت سألت نفسك شي مرة شنو عواقب الحرب العالمية الثالثة ان حصلت؟ طبعا كنا نعرف انه الحرب العالمية الاولى راح ضحيتها اكثر من 32 مليون انسان، بعدها اجت الحرب العالمية الثانية وراح ضحيتها اكثر من 70 مليون انسان. رقم مو سهل صح؟ يمكن انك تتخيل هذا الرقم تقول جبل من البشر، جبل من الانس، يعني مكومين فوق بعض، هذول كلهم قتلى نتيجة صراع امبراطوريات او حكام او مشان السلطة او مشان دولة اخرى، اغتصاب الحقوق وغيره. طبعا مو هين النقطة ابدا، هدف هو افناء البشرية، او يعني بالاحرى تنقيص عدد السكان. معقول هذا العمل عمل ماسونية أو إيد خفية تحرك العالم كله؟ هذا العالم دائما تسأل الأسئلة الغريبة اللي ما لها طعمة أبدا. بصراحة إذا قامت حرب عالمية ثالثة راح تصير عواقبها وخيمة جدا على كل البشرية، مسلمين، نصارى، بوذيين، جميع سكان الأرض، لأن الحرب لا تعرف دين أبدا. تخيل نفسك فقط بموقف أنه تنضرب قنبلة نووية وتصير سحابة فوق الكرة الأرضية تغطي مساحة الكرة الأرضية كاملة، سحابة إشعاعية نووية تجيب جميع الأمراض والأوبئة للسكان، والنتيجة راح يموت أكثر من 500 مليون إنسان. عدد مو قليل صح؟ بس يا أخوي لا تقول لي يا ريت ويا ريت، أنت دقق بالأعداد والأرقام وشنو راح يصير. طبعا راح تسأل نفسك شنو وظيفة الحكام؟ طبعا الحكام بالحرب العالمية الثالثة، القوي راح يأكل الضعيف، راح تصير صراع بين الامبراطوريات العظمى، يعني تقدر تقول انه التاريخ يعيد نفسه. مساحة روسيا خذت اكبر نصيب من الكرة الارضية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991. طبعا روسيا دولة ضخمة وكبيرة جدا جدا لا يمكن انك تتصور، يعني قارة باكملها، يعني بحجم الوطن العربي مع تركيا. صار صراع بين الاقليات والعرقيات مثل الشيشان، المسلمين وغيره، الإكوادور والنمسا والبوسنة والهرسك، وصار باغتصاب للحقوق، الآن القوية كل الضعيف. أنت مع أنه تصير حرب عالمية ثالثة أو لا؟